نشرة للأخبار مع تحيات نوال عبود، دعاء حمصي فرح، والمخرج رودريك نمنو. عناوين النشرة: جلسة خامسة لمناقشة الموازنة في مجلس الوزراء على وقع الشارع. بورصة بيروت تعلق التداول حتى إشعار آخر، وموظفو مصرف لبنان: بكرة عنا جمعية عمومية والاتجاه رايح لنقدم حسن النية مثل ما كمان على الحكومة تقدم حسن النية وسحب البند من الموازنة. إضراب لموظفي الضمان الاجتماعي وأساتذة الجامعة اللبنانية والاتحاد العمالي يعلن: الإضراب مستمر ورح نرجع نتشدد أكثر وأكثر. سامي الجميل: الهدر ليس محصورا بما يحصل في الإدارة، بل إن الهدر الأكبر ترتكبه السلطة السياسية. نتنياهو: معركة غزة لم تنتهي بعد. استعمل أي بطاقة من بنك الاعتماد اللبناني، جمع نقاط واستبدلها بميلات، تتسافر وين ما بدك وقت اللي بدك، وعلى متن شركة الطيران اللي بتختارها. بدك تسافر على حسابنا؟ اعتمد علينا. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. لا حل حلا للإضراب المستمر في مرفأ بيروت والضمان الاجتماعي وموظفي مصرف لبنان وأساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة، فيما الحكومة التي تعاود جلساتها لمناقشة الموازنة مربكة بالضجيج العمالي والنقابي، وعاجزة عن تحديد البوصلة المالية والاقتصادية أمام الخلافات والتباينات بين مكوناتها، ولا سيما بين التيار الوطني الحر ووزير المالية واللاءات المرفوعة من مختلف القطاعات أمام أي إجراء يمس بالرواتب والتقديمات. هذا الأسبوع المفترض أن يحمل عنوان الموازنة بامتياز قد لا يشهد الانتهاء منها، ما يرشح تمدد الأزمات الاجتماعية والمعيشية باتجاه أوضاع أصعب. وعليه الجميع يترقب جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي، والتي ستلامس اليوم البنود الساخنة. فهل ستمضي الحكومة في اتخاذ القرارات أم أنها ستتراجع أمام الشارع وأمام انقساماتها الداخلية؟ البداية من إضراب موظفي مصرف لبنان. أعلن موظفو مصرف لبنان أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامي طمأنهم ونقل لهم تأكيد رئيس الجمهورية بأن حقوقهم لن تمس، مؤكدين أن الاتجاه ذاهب إلى تقديم حسن النية، وأشاروا إلى أنهم سيعقدون غدا اجتماعا للجمعية العمومية وهناك اتجاه لتعليق الإضراب لفترة محدودة، ورأوا وجوب أن تسحب الحكومة البنود التي تطال حقوقهم ومكتسباتهم من الموازنة. رئيس نقابة موظفي المصارف تلا البيان: نحن باجتماعنا مع الحاكم، الحاكم نقلنا وعود رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأنه ما ينمس حقوقنا، ما تنمس مكتسباتنا، واتمنى سعادة الحاكم بالإطار أنه تكون الأمور إيجابية وماشي للإيجابية، ونحن كنقابة كمان رح نقدم حسن النية وحنبلش بالإيجابية. بكرة عنا جمعية عمومية والاتجاه رايح لنقدم حسن النية مثل ما كمان على الحكومة تقدم حسن النية وسحب هالبند من الموازنة. وتم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد في مصرف لبنان بين حاكم المصرف رياض سلامي ونقابة موظفي المصرف على الاستمرار في الإضراب مع فتح عمليات القطع وتسعير رسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، وإعادة فتح التحاويل الخارجية للقطاعين العام والخاص. بورصة بيروت علقت التداول حتى إشعار آخر، وقالت لرويترز أنه لا يمكن تنفيذ عملية المقاصة والتسوية في موعدها خلال إضراب موظفي المصرف المركزي. في هذا الوقت يزور وفد من مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان برئاسة رئيس الجمعية جوزيف طرابين نيويورك وواشنطن
خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري. وأوضح بيان الجمعية أن الزيارة تشمل مراكز القرار الأمريكية المعنية بالعقوبات. في حركة الإضرابات نستهلها من إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية، تنضم إلينا من الجامعة اللبنانية في الحدث ميشيل الصيفي. ميشيل، ماذا يجري في هذه الأثناء؟ اجتماع عامة لجميع الأساتذة في الجامعة اللبنانية في مجمع الرئيس رفيق الحدث تضامن مع الجامعة. هناك ثلاثة بعد على قرار بخصوص الإضراب المفتوح، هناك اتجاه للذهاب إلى إضراب بعد اعتصام نهار الأربعاء في حال تم في الرواتب أو في صنطع. هناك دعوة أيضا لمشاركة كثيفة في اعتصام أمام الإدارة المركزية للجامعة نهار الأربعاء، واعتصام للأساتذة المتعاقبين الذين يطالبون بتفادي أنهم لن يشكل عبئا إضافيا على خزينة الدولة. رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أي تمنى على الحكومة اللبنانية أن تعيد المبلغ المسلوب من مؤونة الجامعة اللبنانية إضراب. إذن هذا كل شيء حتى الساعة. شكرا لمندوبتنا ميشيل الصيفي. إذن اتجاه أساتذة الجامعة اللبنانية هو إلى التصعيد والإضراب بدءا من الأربعاء. في حركة الإضرابات، موظفو الضمان الاجتماعي اعتصموا، والتفاصيل مع مجدولين عيد. إزاء تخوفهم على حقوقهم ومكتسباتهم، قرر موظفو الضمان الاجتماعي الاستمرار بالإضراب بحسب ما أشار نقيب المستخدمين حسن حماني في الاعتصام الذي نفذ أمام المركز الرئيسي للضمان. تؤكد النقابة على رفضها أي مساس برواتب وتقديمات مستخدمي الضمان الاجتماعي والأجراء العاملين فيه تحت أي عنوان، كما لا تقبل المساس بأموال المضمونين، وتعلم أنه عند أي مساس بهذه الحقوق المكتسبة من أي جهة أتت سيكون المستخدمون في حالة الإضراب المفتوح. المدير المالي في الضمان شوقي أبو نصيف تحدث عن الهواجس وهدف الوقفة الاحتجاجية. الهدف من هذا الاعتصام هي إلغاء هذه النصوص اللي بتشكل تهديد للتوازن المالي للضمان الاجتماعي كالإعفاء من فوائد الدولة إلى ما هنالك. رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر اعتبر أن الضمان الذي يقدم خدمات لسلطة الشعب اللبناني لا يكافئ بهذه الطريقة، وردا على المذكرة المتعلقة بعدم جواز الإضراب ألا أليس التعدي على الحقوق تعد على القانون؟ حسب الفوائد بمشروع الموازنة، هذا شيء مش مقبول. مفروض الضمان يتعزز، مش مفروض يصير في حسم على الرواتب، مش مفروض يكون في مس بالمكتسبات لا بالضمان ولا بغير الضمان. المعتصمون أشاروا إلى أنهم لم يستفيدوا من قانون سلسلة الرتب والرواتب، كما أنهم لا يستفيدون من أي أنظمة تقاعد ولا يحملون الموازنة أي تكلفة، وبالتالي لا يجوز المساس برواتبهم وبتقديماتهم. مجدلين عيد، صوت لبنان. الاتحاد العمالي العام أبقى اجتماعاته مفتوحة وأكد الاستمرار بالإضراب. مجدلين عيد أيضا. المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام ماض في الإضراب مع فتح باب الحوار في ضوء التخوف من انفجار اجتماعي جراء ازدياد المحتجين على مشروع الموازنة التقشفي. رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر تحدث عن تسهيلات اتخذت اليوم. نحن مش هواة إضراب، ونحن جربنا اليوم انه نمشي امور المواطنين بالحد الأدنى حتى ما نساهم بضرر اكبر. ان بإهراءات الحبوب والقمح ساهمنا بتموين السوق بما هو لازم، أو بمرفق بيروت بالبضائع الموجودة والمكدسة والمعرضة للتلف. جربنا 4 أيام تسكير أنه نعمل تنفيس معينة، إنما الإضراب مستمر ورح نرجع نتشدد أكتر وأكتر. بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإضراب مستمر، بالكهرباء الإضراب مستمر، كمان نعمل جهدنا من أجل عملية الاستشفاء لأنه موظفين الضمان الاجتماعي ما عندهم هم إلا صحة المواطن، إنما صحتهم هن كمان بالميزان. تسهيلات بعض المرافق لم تعمم على باقي القطاعات. رئيس نقابة عمال ومستخدمي الكهرباء شربل صالح تحدث عبر إذاعتنا. من أي قرار الاتحاد العمال العام يلي هو طرح الموضوع الأضراب ومستمرار بالأضراب، ونحن منأكد على كلام رئيس الاتحاد العمال العام استمرار بالأضراب وعدم الحضور حتى سحب
هلا المادي 54 و 61 من قانون الموازنة. المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي اعتبر أنه كان على الحكومة أن تستعيد الأموال المنهوبة بدل مد اليد إلى جيوب المواطنين. مجدلين عيد، صوت لبنان. في هذا الوقت مجلس الوزراء منعقد والبنود الساخنة حاضرة. آخر ما يجري في مجلس الوزراء يطلعنا عليه مندوبنا مروان الأدوم. تفضل مروان. نعم دعاء، إذن لا يزال مجلس الوزراء ملتئما حتى ساعة منذ الساعة الثانية عشر هنا في السرايا الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء وأيضا وفد من وزارة المالية، مدير عام الوزارة والفريق المعاون من أجل شرح فلسفة أو فزلكة الموازنة. لدى دخولهم إلى الجلسة تحدث عدد من الوزراء، ولكن الأبرز كان الوزير علي حسن خليل الذي قال لا داخل الموازنة ولا خارجها هناك نية لتجاوز الأصول، هناك قوانين تحكم العلاقة بين البنك المركزي ووزارة المال، وهو لا يخضع إلى مسؤول إنشاء المؤسسات العامة، إنما له نظام خاص يدفع لقانون النقد والتسليف، وبالتالي إثارة الموضوع ليس سوى بروباغندا مشبوهة وكلام سخيف للتغطية على بعض الذي يحصل. لا أحد يستهدف البنك المركزي ولا الموظفين. أما الزيادة الضريبية على الفوائد من 7 إلى 10% نصر عليها، وهي جزء أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها. هذا الكلام للوزير علي حسن خليل أمام الصحفيين قبل دخوله إلى الجلسة، وكانت الجلسة بدأت عند الساعة 12:30 كما قلنا. الوزير الياس أبو سعد قال من الممكن أن نصل اليوم إلى البنود التي تختص بالعسكر بموضوع الطبابة والتجهيزات العسكرية، أي إلغائها بالتجهيزات العسكرية و 3% من موضوع الطبابة. الوزير سليم جريصاتي اعتبر أن اليوم دخلنا في جد والبنود الأساسية. الوزيرة مي شدياء قالت نحن مع السلة المتكاملة في موضوع الموازنة ومع مشاركة الأعباء من رأس الهرم حتى أسفله وبطريقة عادلة. الوزير أكرم شهيب عقب على اللقاء الذي تم بالأمس في عين التيني برئاسة الرئيس نبيه بري بين الوفد الاشتراكي ووفد حزب الله، وقال هذا لقاء عادي ونحن منفتحين على كل الأفريقيا في البلد. هذه الجلسة سوف تستمر عند حتى الساعة 5 بسبب يعني أول أيام شهر رمضان المبارك، ومن الأكيد أنه سيتم بحث موضوع الفائدة على المصارف التي أزيل من الأسبوع الماضي حتى اليوم، أي المدة 30 من الموازنة. هذا كل شيء. عودة إلى صوتنا. رئيس الحكومة سعد الحريري أصدر مذكرة ذكر فيها الموظفين بنص المادة 15 من قانون الموظفين التي تحظر على الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة، والتي تحظر أيضا في فقرتها الثالثة على الموظف أن يضرب عن العمل، وطلب من الإدارات الرسمية كافة وكل الهيئات الرقابية تنفيذ المبادئ والنصوص وترتيب النتائج القانونية على أنواعها بحق المخالفين. إلى ذلك أصدر وزير المالية علي حسن خليل قرارا مدد بموجبه مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل والمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت عينه رواتب وأجورا إلكترونيا وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن العام الماضي لغاية 31 من الشهر الجاري ضمنا. رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أعلن بعد اجتماع اللجنة أن الحريص على المال العام يجب أن يتخذ خطوات غير المزايدات والسجالات، فالناس ليست فشة خلق، والمطلوب من الحكومة حسم الأمر وإقرار الموازنة وإحالتها على المجلس النيابي مع الحسابات المالية. وأشار إلى أن لجنة المال والموازنة تنتظر قرار ديوان المحاسبة في ملف التوظيف غير القانوني. في المواقف السياسية تناول رئيس الكتائب النائب سامي الجميل ملفات الهدر في الدولة، مؤكدا أن أخطر ما في مسألة الفساد صرف النفوذ. المزيد من التفاصيل مع جيتا مارون.
أكد رئيس حزب الكتائب أن أبسامي الجميل أن الهدر ليس محصورا بما يحصل في الإدارة، بل أن الهدر الأكبر ترتكبه السلطة السياسية. ودعا الجميل في حديث لموقع ليبانون فايلز إلى فتح تحقيق في مشاريع التلزيمات بالتراضي، لأن هناك وزراء يلازمون مشاريع من خارج إدارة المناقصات وينفقون من أموال الدولة بطريقة عشوائية، وهنا يقع الفساد والهدر. ورأى الجميل أن الأسوأ أنهم يريدون فرض التقشف والتخفيض على كل الناس، فوضعوا الفقير والغني والأزعر والآدمي في سلة واحدة، ووضعوا العسكري الذي يضحي بحياته على الجبهة والعسكري الإداري في المستوى عينه. واعتبر أن تخفيض معاشات النواب والوزراء لا يحل أي مشكلة، ولا يساوي سفرة رسمية واحدة لأحد المسؤولين لروسيا كلفت في زمن التقشف نصف مليون دولار. وأضاف الجميل أن الكتائب قدمت اقتراحين لرواتب النواب والرؤساء، الأول يوقف المعاشات التقاعدية بمجرد أن تنتهي ولاية النائب ويعطي مهلة سنة لتأهيل حياته، والثاني حسم مالي من راتب النائب عن كل جلسة لا يشارك فيها، وما يسري على النائب يجب أن يطبق على سائر الموظفين، لأن هناك 30% من الموظفين في الدولة لا يعملون. وأشار الجميل إلى أن أخطر ما في مسألة الفساد صرف النفوذ، فيستخدمون مواقعهم في الدولة للتأثير على التلزيمات، فعن أي إصلاح يتحدثون إذا لم يحصل الإصلاح من أعلى الهرم إلى أسفله؟ ولماذا لم نسمع أحدا يتحدث عن تحقيق في التلزيمات الكبيرة في الدولة كتلزيم النفايات؟ وهل قرر أحد فتح ملف الاتصالات أو ملف الصحة أو التوظيف العشوائي؟ وأكد الجميل أن حزب الكتائب قدم اقتراحا لرفع السرية المصرفية، لأن القانون الذي تم إعداده جاء مبتورا حتى لا يمر، وهو اقتراح ملغوم وغير دستوري، ولذلك قامت الكتائب بتنظيف القانون من الثغرات حتى لا يخضع للطعن الدستوري. كما أن الطعن بقانون الكهرباء من الكتائب ليس موجها ضد أي طرف وليس ضد خطة الكهرباء أيضا، وهو اجتاز مرحلة متقدمة، وهو طعن مبكل يشبه طعونا أخرى تقدم بها الحزب، مشددا على أن المجلس الدستوري برهن أنه أعلى سلطة دستورية ولا يخضع لأي ضغوط. النائب ماريو عون اعتبر عبر صوت لبنان أن الموازنة هي الهم الأول ويجب إقرارها بأسرع وقت ممكن، متوقعا أن يكون الأسبوع حاسما. ما حدا عم بيعرف بالتحديد يعني شو عم بيصير بمجلس الوزراء حول كافة البرود اللي هي عم تندرس، ما علينا إلا طول بالنا بس بهاليومين، ولكن الضغط الشعبي أكيد هو رسالة لمجلس الوزراء مشان لحتى يطلعوا إلى مصالح الشعب المعطر يلي هو منه قادر يتحمل أي عبء محتمل بتلك الموازنة. النائب بلال عبدالله أكد لصوت لبنان أيضا أن المشكلة تكمن بالتركيبة البنيوية لمشروع الموازنة، متسائلا عن الرؤية الاقتصادية من هذا المشروع. واضح أنه في نزعة كبيرة عند شرائح مش قليلة كان مجلس الأمن النواب باتجاه خفض الإنفاق على حساب موظفي القطاع العام، الأجهزة العسكرية، التقديمات، مرتسبات الرعاية الاجتماعية، وإن كان جزء من هذا الكلام صحيح، ولكن أعتقد أنه كان لازم يكون مرتبط برؤية اقتصادية سياسية أخرى تفتش عن محل لازم نجبي مصالح. وفي سياق الارتدادات السلبية أيضا لإضراب موظفي مصرف لبنان، علمت صوت لبنان أن شركات النفط أبلغت أصحاب محطات البنزين أنه اعتبارا من اليوم على المحطات دفع ثمن المحروقات نقدا عند عملية الشراء، في ظل توقف المقاصة في مصرف لبنان وعدم القدرة على التعامل بواسطة الشيكات. المسؤول الإعلامي ومستشار نقابة المحروقات فادي أبو شقرة ناشد عبر إذاعتنا أيضا المعنيين حل موضوع موظفي المصرف المركزي. نحن ما لنا مشاركين، لا عنا أضرابات ولا عنا أي مشكلة مع الدولة، نحن بالنهاية أصحاب المحطات ما لنا مخبين اليوم المصاري تحت المخدة، يعني بالنهاية إذا بدهم نقدة بدنا ما نجيب نقدة، ما نحن عم نبيع باللبناني، ما بيقبضوا منا باللبناني، بدهم دولار، أكيد رح يكون في مشكلة بالبلد خلال أيام، ورح يصير في أزمة محروقات إذا ما انحلت المشكلة بمصرف لبنان. الخبير الاقتصادي إيليا شوعي أكد لصوت لبنان أن إضراب مصرف لبنان سيسبب شللا تاما للاقتصاد. مطلوب من الحكومة الإسراع في حل
طبعا كل المشاكل المتعلقة بالإضرابات التي تعم تقريبا كل الإدارات وكل المرافق، ولكن خصوصا هذا المرفق الحيوي جدا، وهذا بعد مرة برهان على أهمية هذه المؤسسة. كيف أحيا لبنان؟ ذكرى السادس من أيار بعد الفاصل. في موشات المساء ليوم الاثنين، أي طريق في انتظار مشروع الموازنة نيابيا بعد المعبر الحكومي، وأي تأثير لمقاربة نصر الله على النقاش الدائر؟ الجواب مع الدكتور جاد شعبان، أستاذ في الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في بيروت. معشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15، إعداد مديرية الأخبار، تقديم دعاء حمصي فرح. أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أمام وفد من المدرسة الملكية البريطانية لدراسات الدفاع أن لبنان بإمكانه حل مسألة عودة النازحين مع سوريا، لكنه يأمل بحلها عبر الأمم المتحدة. وضع وزير الدفاع الياس بوصعب إكليلا من الزهر باسم الجمهورية اللبنانية على نصب الشهداء في وسط بيروت، وقال: نتذكر هيدا النهار ليكون شهداء لبنان، شهداء كل اللي سقطوا دفاعا عن لبنان، عن سيادة وحرية واستقلال لبنان، وحفاظا على سلامة أراضي وسيادة الدولة اللبنانية. وزير الإعلام جمال الجراح تحدث لبرنامج نقطة على السطر عن الحرية الإعلامية في ضوء استدعاء نوال عبود إلى محكمة المطبوعات على خلفية ادعاء رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب ضدها. بالتأكيد الحرية الإعلامية مصانة، وهذا بصنع الدستور وبصنع تعلق الشعب اللبناني بالحريات وبحرية الصحافة تحديدا، لكن الموضوع نحن بحاجة لبعض الضوابط اللي لا تسيد للإعلام ولا لحرية الصحافة ولا للأشخاص ولا للمجتمع ولا للدولة. نحن كإعلاميين علينا مسؤولية وطنية كتير كبيرة. أنا عم بقول نحن بحاجة الحقيقة لتفاهم حول طريقة مقاربة الأمور، لأنه مسؤولية الإعلام مسؤولية كبيرة. النائب السابق سامر سعادي أكد في حديث للبرنامج عينه أن لبنان بني ليكون منبر للحريات، ومن أهم علامة للحريات هي حرية الصحافة والإعلام. أنت علم من علام الإعلام، واللي عم بيصير معك مستنكر بشدة. وعلى كل حال أنه هيدا البلد اللي اسمه لبنان هو انبنى لأنه لازم يكون مع للحريات، وأهم علامة لهذه الحريات هي حرية الصحافة وحرية الإعلام، وحق الناس يعرفوا شو عم بيصير وهن يقدروا ويحكموا على اللي عم بيصير من خلال إعلام حر ومسؤول. الآثار السلبية لفيضانات مياه الصرف الصحي التي سببتها محطة إعات وطالت مناطق إعات لكنيسة دير الأحمر وشليفة عرضت في اجتماع في مركز العمل البلدي لحزب الله في بعلبك بحضور النائب حسين الحاج حسن، الذي أكد أن ما يحصل على الأرض لم يعد يحتمل، وشدد على أنها مسؤولية وزارة الطاقة تأتي وتعالج وترى ماذا تريد أن تفعل، مشيرا إلى اقتراحات الحلول التي سيطرحها وتتعلق بتطوير وتحديث محطة تكرير إعات هي المحطة التكرير اليموني ومعالجة محطة دير الأحمر. تعاني بلدات زندوقة والقصيب والكنيسة وأرصون في قضاء عبدة من انقطاع التيار الكهربائي منذ 4 أيام، ولدى مراجعة المعنيين في مؤسسة كهرباء لبنان أفيد الأهالي أن الموظف غير قادر على الدخول إلى المؤسسة وكبس زر المحول. ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي صلاة وضع البخور عن نفس المطران رولان أبو جودي في بكركي، حيث يتقبل التعازي في سالون الصرح قبل أن يترأس صلاة الجنازة عند 4 من بعد ظهر اليوم. دخل اتفاق التهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة حيز التنفيذ منذ 4:30 فجرا بعد اتفاق لوقف الهجمات، وارتفع عدد القتلى في غزة من جراء الغارات الإسرائيلية إلى 27 شخصا بعد انتشال جثتين اليوم من تحت الأنقاض.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المعركة في غزة لم تنتهي بعد، مشيرا إلى أن بلاده تستعد للمراحل المقبلة، وأضاف أن القوات الإسرائيلية وجهت ضربات قوية لحماس والجهاد خلال اليومين الماضيين وأصابت أكثر من 350 هدفا في غزة. أعلن مصدر قريب من لجنة الرقابة على الاتفاق النووي لوكالة إسنا الإيرانية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قد يعلن الأربعاء المقبل أجندات إيران للقيام بإجراءات الرد بالمثل تجاه الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي، لافتا إلى أن قضية الخروج من الاتفاق النووي ليست مطروحة في الوقت الراهن. ذكرت وكالة سانا أن وحدات الجيش السوري ردت على خروقات المسلحين واعتداءاتهم واستهدفت نقاط انتشارهم في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي الشرقي. حثت الخارجية الأمريكية تركيا على عدم المضي قدما بأنشطة تنقيب عن النفط والغاز قبالة السواحل القبرصية، واعتبرت أن هذه الخطوة بالغة الاستفزاز وتهدد بإثارة التوترات في المنطقة. أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرباسا أن بلاده مستعدة لأي تطور في الأحداث، بما في ذلك إذا قررت الولايات المتحدة القيام بغزو عسكري، لكنها تدعو واشنطن للحوار. وقال أرياسا: نحن مستعدون لأي سيناريو إذا كانت الولايات المتحدة تفضل المسار العسكري، ومستعدون لتدمير أي جيش مهما كانت قوته. بعد أسبوعين على تفجيرات سريلانكا التي تبنتها داعش، أعلنت الشرطة السريلانكية عن اكتشاف معسكر تدريب في كاتانكودي شرق البلاد، ويعتقد أن الإسلاميين المتشددين الذين كانوا وراء الهجمات تدربوا فيه على إطلاق النار وصنع القنابل. أعلن وزير النقل الروسي العثور على 41 جثة بعد الهبوط الاضطراري لطائرة الركاب من نوع سوخوي. وصف نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه مهرج. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ كتل هوائية دافئة تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط تنحسر تدريجيا ابتداء من الغد، ويكون الجو غدا غائما جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة. كان في هذه النشرة جلسة خامسة لمناقشة الموازنة في مجلس الوزراء على وقع الشارع. بورصة بيروت تعلق التداول حتى إشعار آخر وموظفو مصرف لبنان. بكرة عنا جمعية عمومية والاتجاه رايح لنقدم حسن النية مثل ما كمان على الحكومة تقدم حسن النية وسحب البند من الموازنة. إضراب لموظفي الضمان الاجتماعي وأساتذة الجامعة اللبنانية والاتحاد العمالي يعلن. الإضراب مستمر ورح نرجع نتشدد أكتر وأكتر. سامي الجميل: الهدر ليس محصورا بما يحصل في الإدارة، بل إن الهدر الأكبر ترتكبه السلطة السياسية. نتنياهو: معركة غزة لم تنتهي بعد. نشرة أخبار الثانية والربع انتهت، نشكر لكم متابعتكم.